هذا المهرجان كنعتبره أنا استمرارية الجهود اللي داروها إخوان على مدى دورتين باش يأسسوا هذا المهرجان. ومن اللي داروا الإخوان فكروا في هذا المهرجان فكانوا ذكيين أنهم يفكروا عن كونسيبت بحال هذا، لأن ما تهضر على ظاهرة المجموعات، ظاهرة المجموعات هي ولدت في الحي المحمدي، ولدت بفضل ناس الغيوان، بفضل مشاهب، بفضل السهام، بفضل مسناوة، بفضل تقادة، أيضا بفضل جيل جلالة. فهذا مهرجاننا وهذا مهرجان كي جمع الحي المحمدي. كنعتقد هذا المهرجان اللي هو اللي أكثر قربا للحي المحمدي، وكنعتبر أن هذا المهرجان فيه مواصفات أنه يمشي سنوات وسنوات، لأن ظاهرة المجموعات اللي بانت خلقت نوع من الثورة ولا واحد الموفيدة فكرية في واحد الفترة من فترات في تاريخ المغرب، ولا زالت مستمرة. والدليل هو مجموعة ديال الفرق اللي كاينة أكثر من 18 مجموعة، سواء مجموعة المؤسسة الرائدة اللي هي غيوان وشهاب والسهام وجيجيلالا وتقادة ومسناوة، ولكن كاينة مجموعات أخرى اللي جات من وراها، وكاينة مجموعات خارج المغرب سواء من أكادير، مجموعة أمازيغية، ولا أشكين من مدينة مكناس اللي أيضا تنتمي لظاهرة مجموعات. فكاين واحد إجماع على هذا المهرجان. يحتاج هذا المهرجان بكل صراحة وكل موضوع يدعم أكثر، لأنه فيه مواصفات أنه يكون مهرجان من حجم المهرجانات الكبرى. وحنا السعداء أننا كنكرموا هذه السنة الأستاذ عمر سيد، تم تكريمه كثيرا في المغرب، ولكن ما كنعتقد أنه غادي يعيش تكريم حال هذا اللي عاشوا في الحي المحمدي، لأنه أعتقد أنه كان يتمنى دائما أن يكرم في الحي المحمدي، وأجمل تكريم ومن كيكرموا الناس ديالو. ظاهرة المجموعات هي هوية وإرث فني يجب أن يستمر، فالرهان ديال الجهة المنظمة اللي هي مقاطعة الحي المحمدي رهانها الآن اللي وضعته، ورهان استراتيجي هو أن هاد المهرجان خصو يستمر. ولهذا فوصلت ليلها بنهارها من خلال لجان التنظيم، من خلال الدعم، باش تنجح هاد الدورة الثالثة اللي حافظت يعني في الشكل ديالها، حافظت على الطبيعه ديال كما مشات الدوره الاولى والدوره الثانيه، حافظت ان يكونوا حاضرين المجموعات الرائده يعني ناس الغيوان، جيل جلاله، تقادة، المشاهب، السهام، سناوه، يحضروا الشباب لانهم المشعل، هذه فيها رمزيه، ويحضر عاوتاني نمط جديد اللي هو اشكين، فرقه ديال اشكين الراب، ويحضر عسكوري لنا عسكوري واحد الايقونه ديال الفن عندنا في حي محمدي وفي المغرب ككل. هذا من ناحيه الشكل. حافظنا على الندوات، ولكن الندوات ما درناش بالشكل الكلاسيكي، درنا لقاءات، وهذا باش لقاءات حواريه، هذا باش غادي يمكن الصحفيين باش ياخذوا واحد الماده اللي كيفاش تاسست هذه المجموعه، تاريخها، علاش، وكذا، واحد العديد من الاسئله اللي غتكون بخلاف ديك الندوه وكان الندوه الكلاسيكيه، وكتكون يعني فيها لغه الخشب. لا، هذه مباشره اللي غتعطي الصحفيين واحد الماده دسمه.